متى يكون الإنصات إلى القرآن والذكر الكريم واجب؟ دائما، قال تعالى وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، هذا عام، وإن كان سبب النزول في الصلاة لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا قرئ القرآن فإنه يجب عليك الإنصات والاستماع لكلام الله عز وجل. نعم، ولا يجوز لك تتكلم والقرآن يتلى. نعم.